استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم عددا من المواطنين الكرام، وذلك في إطار حرص جلالته على التواصل والالتقاء مع أهل البحرين بما يعود بالخير والمنفعة على الوطن والمواطنين. وفي بداية اللقاء تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أتيتك أسعى حاملا وهج أحرفي. أتيتك أسعى حاملا وهج أحرفي لأقبس من أسمى مفاخركم شعرا. أحلق شعرا في سماوات رحبكم، أناغي بها نجما وألتمس البدرا، وأنشد بيتا كلما تم حرفه أتته من الأبيات قافية أخرى. هنا الشعر مزهوا أتى غير عاجز، هنا صار بيت الشعر في ذكركم قصرا. قوافي الشعر جللها الهناء، قوافي الشعر جللها الهناء بقربك حين آذنها اللقاء. وحلقت الحروف بكل واد جميل حفه منك البهاء. أتيتك حاملا كلمات شعر يعطر حرفها لكم الدعاء. وجئتك منشدا لغة تغني ودادك إذ يحل هنا الغناء. وجئتك منشدا لغة تغني ودادك إذ يحل هنا الغناء. تميس على الحروف بكل زهو كما يزهو على العي الذكاء. غدات أتتك كنت أريد قولا كضوء الشمس عم به الضياء. مقالا لا تغيره الليالي وشعرا لا يحيق به الفناء. به العلياء واضحة المعاني ومنه يشع في الظلم السناء. يبوح ولا يبوح سوى بحب ويغشى حرفه منك الحياء. يبوح ولا يبوح سوى بحب ويغشى حرفه منك الحياء. وتعلم يا أبا سلمان إني غداة الشعر ينطقني الصفاء وينطقني الجمال إذا تبدى وبعض الحسن يظهره الخفاء. وينطقني الجمال إذا تبدى وبعض الحسن يظهره الخفاء. ويغريني الصدود وإن تمادى تدللهن أو عرض الجفاء. وقد أصبو لهن لأن قلبي يذوب إذا أحاط به النقاء. من الغيد الحسان تميس فخرا يسير بخطوتيها الكبرياء. من الغيد الحسان تميس فخرا يسير بخطوتيها الكبرياء. وترنو بالجمال ورب عين إذا نظرت تحركت الدماء. وقد تتجمد الكلمات عندي إذا ما قربت مني الظباء. وقد أشكو البعاد وليت شعري متى بالوصل ينقطع الرجاء. أضمد بالحروف شغاف قلب يضيق به من الشوق الفضاء. وكم ناغيت في غسق الليالي أحباء بلب القلب باء. وإن غابوا فإن لهم حضور، وإن بعدوا فليس لهم نواء. فهم في القلب مسكنهم أقاموا، وهم سيان إن ذهبوا وجاءوا. أناجي طيفهم في كل حين، ومن يهوى فليس له عزاء. ولكني أعود لأن شعري بذكرك سوف يرفده البقاء. وباسمك أجمل الكلمات تبقى وليس لها من الحب انتهاء. أبا سلمان يا ألق الليالي ويا نورا به بزغت ذكاء. ويا أبيات قافية وشعر يجود كما تجود لنا السماء.
ويا حلما به البحرين ترقى جميلا لم يكدره العناء، ويا خلقا رفيعا قد تسامى على البلوى يحف به الوفاء، ويا كفا تجود ورب كف أناملها يفيض بها العطاء، ويا كفا تجود ورب كف أناملها يفيض بها العطاء، ويا قلبا يضم بكل حب جميع بنيه فهو لهم وقاء، كريم باذل سمح سخي تجلله المهابة والإباء، ملكت قلوبنا قلبا فقلبا وأعلم لن يوفيك الثناء، ولكني بذلت بكل بيت قصار الجهد فانهمر الرواء، فيا طيبا تضوع في ربوع تحصنها المودة والإخاء، ويا صفوا ترقرق من معين وعين الماء يقصدها الظماء، ويا صفوا ترقرق من معين وعين الماء يقصدها الظماء، رعاك الله من قلب كبير فأنت كما نشاء وما تشاء، رعاك الله من قلب كبير فأنت كما نشاء وما تشاء، حكيم ليس تعوزه أنات وكان لدائها منك الدواء، عرفتك في الشدائد ظل عطف به اعتدل عوجاج وانحناء، به ابتسمت وجوه بل قلوب يقطب حاجبيها الانزواء، فيا قلبا أراه فضاء حب فأنت الرمز رف به اللواء، وأنت أبو الجميع إليك تهفو قلوب يحتويها الانتماء، وأنت أبو الجميع إليك تهفو قلوب يحتويها الانتماء، وما قصرت عن العلياء كف تطاول من عزائمها البناء، بعزمك كل معضلة ستخبو وبالإيمان يزدهر النماء، وتخضر المرابع بعد جدب إذا ما العزم حركه المضاء، ودمت لنا أبا سلمان ذخرا ودام لنا بعزكم الرخاء، ودمت لنا أبا سلمان ذخرا ودام لنا بعزكم الرخاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة ما كنت مستعد إلا بس إني أشوفكم وأسلم عليكم، من زمان واشتقنا الحقيقة لشوفكم، لكن كذلك كنا في خدمة الجميع بالنسبة للأعمال وبالنسبة للواجبات ومتابعة أمور هالدنيا اللي الكل يشوفها يعني متسارعة، لكن هي فرصة إن أشكركم على المواقف الطيبة وعلى الحقيقة ما تقومون به من عمل طيب لخدمة البحرين وأهل البحرين وإخوانكم كذلك في المنطقة، ولا يخفى على الجميع دور البحرين كذلك إن كان إقليمي أو دولي بمساهمات بمشاركات باللي تقدر عليه، لكن في اتجاه الخير لله الحمد وفي اتجاه التوفيق لما يحب رب العالمين وبكل الإنسانية. ف
فالحمد لله أهلنا في البحرين لهم السمعة الطيبة ولهم باع طويل في هذا المجال من مئات السنين، وهم يشكرون الحقيقة على قيامهم بواجبهم ومشاركاتهم سواء كانت تجارية، ثقافية، دفاعية، كل هذا القيم ولله الحمد توفرت. ما كنت مستعد أني أقول كلمة، لكن شوفكم يجعل الواحد قصبا عليه يبدي الثناء ويبدي الشكر، لأنكم بالفعل تستحقون أكثر من ذلك. عيدنا الوطني قريب، ونهنيكم مقدما في هذا العيد الوطني، وصارت إضافة يوم الشهيد اللي هو يوم 17 بيكون فيه احتفال يكرم شهداء الواجب، شهداء الوطن من قديم، من بداية التأسيس للبحرين. والحقيقة هذا أقل شيء أن نذكر لهم وعنهم، يعني إحنا لو ما هم يمكن ما ورثنا اللي ورثناه من أخلاق ومن قيم ومن علم، فهم هيئونا لهذا اليوم، وإن شاء الله نتعلم منه الدرس أن نهيئ أبنائنا للأيام كذلك القادمة والأيام اللي ربما تكون كذلك صعبة، لكن أن الله إن شاء الله يقدركم ويقدرنا وياكم. أتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم بخير مقدما. كلمة بسيطة بالنسبة للشاعر محمد الله يسلمه، يفاجئني دائما، ما حد يأمره ولا حد يقول له أن عندنا مناسبة ونبغي قصيدة، هو من نفسه يعني يرسل القصيد وإحنا نختار للمناسبة ونقول له نبي نسمعها ويسمعونها الآخرين، ولا هو ما يدري عن هذه المناسبة ولا عمره شوى قصيدة من عرفته، يعني صار لنا سنين بأمر إنه والله اليوم عليك أو بكرة أو بعد بكرة تسوي قصيدة، لا لا هي من نفسه، وهذه دائما لذلك تطلع من أجمل القصيد. الحمد لله مشكور محمد، مشكور. هم غريبة على أهل البحرين، هم بعد أهل الثقافة والأدب والشعر معروفين من زمان، أدباء البحرين مشهود لهم وعلماء البحرين مشهود لهم. الحقيقة احنا حظيظين، يعني كلنا حظيظين ان احنا ننتمي لهذا البلد الطيب، الحمد لله جزء لا يتجزأ من بعضنا بعض. مقبلون الآن على مؤتمر القمة، وأعتقد أن بفضل الله عز وجل سر قوتنا هو في وحدتنا، والوحدة لا يمكن تجتمع إلا برأس محبوب مطاع، وهذا إن شاء الله ما يتمثل فيكم. وأبشركم أن احنا سنجيب الدعوة كلما جاءت، واللقاء لن يزيدنا إلا قوة، ونحن نتطلع إلى القوة الأزيد. الله عز وجل يقول سنشد عضدك بأخيك، وأنت طويل العمر نفتخر بسياستك ونتكلم بها في التواصل مع الجيران، خاصة الأخت الكبرى المملكة العربية السعودية، عمود الفقري للمنطقة، وعلاقتكم معهم يحتذى بها وتكون نبراس للبقية. ونتمنى أن نسمع في الاجتماع المقبل زيادة وجهودكم وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمة الله عليه، والأمل في سلمان إن شاء الله مثله وأكثر، وإحنا نشد عضدكم
ولن تجدون رجالا ونساء الحاضر والغائب إلا جنود، ونسطر الفخر والاعتزاز بمساهمة أبطالنا سمو الشيخ ناصر وخالد، والله إن رفع رؤوسنا ونحن نفتخر ومثلونا جميعا، ونحن نتمنى أن نؤدي الواجب أيضا تجاههم، لأن المساهمة وما في أزيد طال عمرك من أن يجيد الإنسان بفذلذات أكباده، وهم عزاز عليك وعلينا جميعا. جزاك الله خيرا طول العمر، ونشكرهم ونشكر الجميع، واعتذر لا نستطيع أن نوفي حق هذا الموقف، لكن لا بد من تسجيل هذه الكلمة دائما يا طويل العمر. فخورين بك وبسياستك، ونعرف الحقيقة واللي جاي صعب أو سهل، إحنا إن شاء الله راهن ما أنتم تشيرون بإذن الله عز وجل، وقوتنا إن شاء الله في هذه اللحمة التي نشوفها من جميع أطيافنا وجميع أمورنا بإذن الله عز وجل. وأعذرني يا طويل العمر أيضا مثلي مثل غيري لست مرتب كلمة، ولكن هذا الجو وهذه الكلمة التي بيانتها طويل العمر تستلزم أن نسجل الموضوع. شكرا طويل. شكرا شكرا عادل، بارك الله فيك. كلمتك هذا أحسن احتفال إن شاء الله اللي تمنونه يكون، يعني أهل الخليج أسرة واحدة مهما كان، فالحقيقة اتحادنا وقوتنا مبينة يعني بتعاوننا وتكاتفنا مع جميع أخواننا في الواقع في المنطقة، وكل يشد أجر الآخر. الحقيقة باجتماع الكل إن شاء الله أن توفق وما قصرت يا عادل. نشكر جلالتكم حاضرتكم على ما تقدمون من أعمال طيبة ومساعدات إلى المساجد والمراتب، وصفة بجدكم المرحوم شيخ سلمان ووالدكم تغمده الله من مساعدات، فلو جبت المنامة لرأيت في كل مكان مسجد ومأتم ومواقف. هذه إدارة الأوقاف هي نحن من والد. شكرا يا صادق. أطاها نسأل الله أن يطيب في عمركم إن شاء الله. الله يطول عمرك سلمك. أنت في منزلة والد لنا، أنا مجتمع وياك من أيام اليد سلمان في المجالس، وأنت على اسمك الله يسلمك. مشكورين